بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب كتير منكم حجزوا فعلا في مراكز الدروس الخصوصية، وسمعوا كلام إن المراكز ديت المفروض إن هي هتتقفل أو مش هيسمح بفتحها مرة تانية. طيب تعال نشوف الموقف النهائي من الحكومة أو من وزارة التربية والتعليم بالنسبة لمراكز دروس خصوصية. وفي نقطة تانية برضو كانت أشيعت إن هي هيحولوا مادة اللغة الأجنبية التانية لمادة نشاط، هل الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ هنتعرف على الكلام ده كله من خلال الفيديو، تابعوا معايا الفيديو للنهاية وما تنسوش تعملوا لايك دعما للقناة. أول حاجة، وزارة التربية والتعليم نفت ما تردد من أنباء بشأن منح مراكز دروس خصوصية تراخيص، يعني الوزارة مش هتدي تراخيص للمراكز خالص بداية من أكتوبر المقبل. ده كان الكلام اتقال إن هم ياخدوا تراخيص من شهر 10 الجاي، لا مفيش الكلام ده. قالت لا توجد نية على الإطلاق لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءا من أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم دراسة أي قرارات، حتى ما بيدرسوش الموضوع ده، يعني الموضوع ده أصلا ممنوع بشأن منح تراخيص لتلك المراكز، واستمرار اعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح. يعني هي كده المفروض إن هي مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وده في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية الجديدة. وكان آخر حاجة برضو قالها وزير التربية والتعليم إن المراكز مش هتفيد، والدروس واليوتيوب والزوم والحاجات دي كلها مش هتكون مفيدة للطلاب. ده كان آخر برضو تصريح من الدكتور طارق شوقي. طيب بالنسبة لتحويل اللغة الأجنبية التانية بقى لمادة نشاط، الوزارة نفت الكلام ده وقالت مفيش إن هما يحولوا اللغة الأجنبية لنشاط، ده كلام غلط. والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء اتواصل مع الوزارة ونفت الأنباء دي وأكدت إنه لا صحة لتحويل اللغة الأجنبية التانية لمادة نشاط. يبقى كده الكلام ده غلط، اللغة الأجنبية التانية زي ما هي مش هتحول لنشاط السنة الجاية. السنة الجاية احنا عارفين إن كله هيبقى إلكتروني، الامتحانات كلها هتبقى إلكتروني من خلال التابلت، ومش هيكون في طباعة للكتب المدرسية ولا هيكون في حضور في المدرسة إلا بالنسبة لثانوي وإعدادي، يعني يومين، وإعدادي حوالي 3، ده اللي هو آخر حاجة بالنسبة لملامح النظام الجديد. بالنسبة لكم بقى، هل في منكم حد حجز في مراكز الدروس الخصوصية فعلا، بدأ الحجز وحجزته وبدأته ولا لسه؟